هذا أيضا مهم، لأن مما تكثر الغفلة عنه. عامة الحجاج لما يطوف طواف القدوم يعتبر التلبية انتهى موضوعها، إذا كان هو محرم بحج ولا حج وعمرة مع بعضهم وطاف طواف القدوم عند وصول مكة، هذا لا يزال محرم. ما دام لا يزال محرما لابد أن يستمر في التلبية، لا يتجاهلها ولا ينساها ولا يغفل عنها، لأنها مطلوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عبد الله بن عباس أنه أردف الفضل خلفه في حجة الوداع أهل الراحلة، وأخبر الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هناك نصوص أخرى في السنة تدل أنه يلبي إلى أن يجمع الظهر والعصر يوم عرفة، لكن مهم إلى ظهر يوم عرفة، هذا متفق عليه. لابد أن يستمر الإنسان في التلبية ولا ينساها، مش يطوف طواف القدوم وبعد يبقى يهدرز وخلاص ويشرب في الشاي وما عادش تخطر عليه التلبية، هذا تفريط وتضييع للسنة. بل لابد أن يجددها السنة، أن يجددها من حين لآخر، كلما خرج من البيت، كلما دخل إلى البيت، كلما التقى مع أصحابه، كلما تجدد عليه حال من الأحوال، لابد أن يعيد التلبية بصوت يسمعه هو، ما يكونش فيه صياح عالي ولا يكون هو في سره، بل ينطق به بحيث يسمعه من يليه أيضا يسمعه. ينبغي من حين لآخر أن يلبي ويعيد التلبية، هذا هو المطلوب منه. أما تركها زي ما يفعل كثير من الحجاج بعد طواف القدوم، هذا مخالف للسنة ولا ينبغي الناس أن يفعلوه.